السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة في صحتك في رمضان، وطبيبنا الليلة دكتور عبد الله سبيل، استشاري الباطنية والكلى، مستشفى فضيل. مرحبا بك دكتور عبد الله. أهلا، مرحبا مرحبا بالسادة المشاهدين. احنا بنكون سعيدين جدا وانت معنا، وبتوضح لنا حاجات كثيرة عن الكلى. والكلى طبعا من أهم الأعضاء داخل جسم الإنسان، ونحن دارين نتعرف أكثر كمان على الكلى. كثير من الناس يعني بتخاف شديد لما تحس إنه في مشكلة في الكلى، لأنه في ناس كثيرة فعلا بتخاف من الفشل الكلوي، بتخاف من الغسيل وزراعة الكلى ومشاكل يعني في العلاجات بتاعت الكلى بالذات. في ناس كثيرة بتكون ما عارفة إنه قدر كيف الكلى دي مهمة، وظيفتها هي ذات شنو، الأعراض والأمراض اللي ممكن تصاب بها الكلى. ده احنا دارين نعرف في مجمل حلقتنا الليلة، ودارين نعرف انه في أعراض محددة بتدل انه وجودها معناتها في مرض في الكلى، لانه الكلى دي كأنه ما في حاجة كده أعراض ثابتة كده دي خاصة بالكلى. ده كله دارين نعرفه في حلقتنا الليلة، وننور كل الناس وننبههم لو في واحد من الأعراض انه يسارعوا يمشوا للطبيب عشان المشاكل تتحل بدري. وانتم كلكم بتتفقوا على كلمة واحدة في انه زول اللي بيجي بدري علاجه بيكون بدري. فإحنا دايرين نعرف وظيفة الكلى يا دكتور. طيب نعم، إحنا وظيفة الكلى نلخصها في ثلاث حاجات. الكلى عليها مهمة أنها هي تشتغل كمصفى للدم. يعني الدم في المجسم دي بيجي للكلية عن طريق الشريان، وبيجيه كمية كبيرة من الدم، بالمناسبة بيجيه ربع الدورة الدموية. فهو مسؤول من الدم ده كله في أنه يعمل له التنقية، يصفي، يطلع الأملاح ويطلع الشوائب الزائدة والحاجات الجاية من التمثيل الغذائي، البولينا، الأحماض، بحيث أن الدم يكون نقي. في نفس الوقت عنده مسؤولية بتاع أنه يوزن السوائل في جسم الإنسان، بيعتبر أنه إذا كان في سوائل كثيرة في جسم الإنسان هو يزيد كمية البول، وإذا في شح في السوائل أو في جفاف في الجسم هو يقلل من كمية البول. نعم، فدي موازنة. الوظيفة الثالثة هي أنه بيطلع هرمونات أساسية لجسم الإنسان. في هرمون يعني بوزن الكالسيوم، والكالسيوم طبعا هو الوقود الأساسي للعظام والمفاصل والعضلات. نعم، برضو بيطلع هرمون بيغذي النخاع العظم، وبيطلع الدم هرمون اللي هو بنتج كروية الدم الحمراء. بالإضافة لهرمون ثاني اللي هو بوزن الانقباض والانبساط في الشرايين، وبرفع من ضغط الدم وبخفض من ضغط الدم. فدي العوامل الثلاثة دي هي الأساسية في الكلى. فيبقى هي لو حصل لها أي عطل أو أي عدم كفاءة، الأعراض تظهر بصورة عامة كإعياء عام في الجسم. أيوة، لأن الجسم يبقى زي مسمم لأن السموم ما طلعت. ما طلعت، نعم. أو يكون في احتقان سوائل كثيرة في الجسم، الزول بيجيه يعني الضيق في النفس. الحاجة المؤسفة أنه الأعراض دي ما بتظهر إلا في مرحلة متأخرة. يعني دائما أعراض المريض بحسبها بعد ما الكلية تفقد حوالي 60 حوالي 70-80% من وظيفتها. من وظيفتها. هاي. حتى يعني تظهر الأعراض. حتى تظهر الأعراض. نعم. وحتى الأعراض دي ما تشير إلى موضع الكلى. يعني الأعراض اللي بوريك للمريض أو بنبأ أنه كلى هي 10%. دي بالنسبة للحصاوي والأكياس، لأنه في ألم في الجنبات والبول بكون أحمر، وفي حمى والبول فيه سخانة، دي أعراض بتاعت التهاب في المجرى البولي. التهاب في المجرى البولي. لكن المرض اللي بيصيب نسيج الكلى ما فيه أعراض. ما فيه أعراض، دي خطورة. دي خطورة حقيقة جدا يعني. هو مرض صامت. يعني ممكن فجأة زول يكتشف إنه لا قدر الله مثلا عنده فشل كلوي. هو ما فجأة يعني الأعراض بتكون موجودة، لكن لأن أعراض عامة هو يقول لك والله أنا بقيت فتران. أيوة، لأنه هيموغلوبينه نقص، يبقى الوقود بتاعه تعبان، ما يقدر يمشي كويس، ما يقدر يتريز زي زمان، نشاطه قلة. بعد شوية بيجيه نوع من الغثيان أو عدم الرغبة في الأكل، عن البولينا بقيت ترتفع. حكاية الفتور دي يا دكتور كثير من الناس بتستهون بها، يعني انت قلت كلمة مهمة، حكاية الفتور. وكثير من الأمراض الأعراض الأساسية لها بتكون عبارة عن فتور، والأمراض المزمنة والخبيثة لا قدر الله. فكلمة فتور دي الناس ما تمشيها ساعة يعني. نعم. أي نعم في فتر العادي، لكن حكاية الفتر والمتكرر لمدة طويلة دي مشكلة، صح دكتور؟ نعم. أنت أول ما تسأل عن نشاطك قلة. أيوة، من المستوى الطبيعي. تركيزك في الشغل أقل، شهيتك في الأكل قليلة، نومك مضطرب، دي كل أعراض بوري أنه في خلل ما في جسمك. نعم. قد يكون من الكلى، قد يكون من الكبد، قد يكون من القلب. فأنت أول ما تمشي الطبيب هو بعمل لك يعني بأخذ تاريخ مرضي، بكشف عليك سريريا، وبطلب من الفحوصات. الفحوصات تدي له مؤشرات. بالنسبة للكلى الأعراض دي أصلها ما حتقدر تكتشفها ما لم تعمل فحص لوظيفة الكلى ذاتها. نعم. يعني عشان كده إحنا نقول أي مريض مشى للطبيب
او في عياده خاصه او في مستشفى بيت، لانه هو عيان، فحص الكلى لازم يتضمن ضمن الكشف بتاع المريض ده. ايوه يعني يقيس له ضغط الدم، يفحص له البول، يفحص له الدم، ويفحص له وظيفه الكلى اللي هو الكرياتينين. نعم. الفحص ده بسيط وتكلفته ما كثيره. اللي هو بنشوف الكرياتينين وبنشوف البول، صح؟ نعم، كرياتينين البولين والبول برضه مهمه ولا الكرياتينين؟ الكرياتينين بيقضي. الكرياتينين بيقضي. الكرياتينين بيقضي. كرياتينين والبول عشان ما نكتر على الناس. عشان ما نكتر على الناس. طيب الفحص ده يكون كل كم يا دكتور؟ طيب بالنسبه للزول اصلا يعني معافى وصحي، الفحص ده يعمل على الاقل مره في السنه. لانه انت تقدر تضمن ان كليتك شغاله كويس كنوع من الكشف الدوري الوقائي. يعني تقيس ضغط الدم، تفحص السكري، تفحص الكلى مره في السنه. مره في السنه كفايه. ده الزول العادي ما عنده مرض في الكلى، ما عنده تاريخ مرض في الاسره، ما عمل اي عمليات جراحيه، ما عنده سكري، ما عنده ضغط، يعني معافى صحيا. نعم. اذا زول عنده اي مرض مزمن كضغط الدم، كالسكري، النقرس، امراض الرطوبه، ده يعمل فحص الدوري كل 6 شهور. ايوه. وقد يكون اكثر وقد يكون كل 3 شهور اذا في عله موجوده في الكلى. ايوه. فيبقى الناس ديل عندهم مخاطر، المخاطر دي تعرضهم لمرض الكلى. بالنسبه للزول عنده تاريخ اسري في مرض الكلى، في حصاوي، في فشل كلوي، برضه ده عنده مخاطر. نعم. بالنسبه للزول فوق ال40 سنة، العمر في حد ذاته احدى المخاطر. فيبقى الناس ديل يفحصوا كل 6 شهور أو أقلها كل سنة. عشان يتأكد أنه هو معافى والكلى سليمة. أما في حالة وجود علة في الكلى يبقى الفحص يكون أكثر وأكثر حسب الحالة. على حسب الحالة. نعم. طيب دكتور، قبل كده شرحت لنا أن في عوامل كثيرة بتؤدي إلى وظيفة مشكلة في وظيفة الكلى. إحنا دارين تلخص لنا إحنا في الحلقة الأخيرة، ودي حلقة مهمة جدا، دارين نلخص كل المشاكل اللي بتمر أو ممكن تأثر لنا على الكلى. نعم. طيب إحنا نقسم المشاكل لثلاثة مجموعات. نعم. في مجموعة من المشاكل تجي للكلى من الدورة الدموية. إحنا ده عندنا المجسم، ده الكلية. نعم. حجمها كويس، نسيجة كويس، يعني شغالة بكفاءة عالية ممتازة. ما وصل الدم من الدورة الدموية، مثلا هبوط في الدورة الدموية، ارتفاع عالي جدا في ضغط الدم، انخفاض عالي في ضغط الدم، عضلة القلب ما موزونة، حصل مثلا تسمم من بكتيريا او من فيروس، المرض من الدم بيجي للكلى. ده الكلى ما عندها ذنب في الحتة دي. فاحنا في الحتة دي نعمل وقاية للمرض الجاي ده ونعالجه قبل ما يصيب الكلى. لانه هو المرض ده بيصيب الكلى بكمية اكثر من باقي الاعضاء. ليه؟ لان الكلى فيها دورة دموية بي اعلى. نعم. ربع الدورة الدموية. بالإضافة لكده الدم الخشة في الكلى، الكلى مسؤول من تنقيته وتركيزه، بيمتص بعض الأشياء، بيخرج بعض الأشياء، فهنا مهمته معقدة وبيبذل مجهود كبير. نعم. فلو في أي مرض بكتيري أو مادة سامة أو أي مثلا تلوث في الدم، ده بيأثر في الكلى تأثير مباشر. دي المجموعة الأولى. أيوة. المجموعة الثانية مرض في جسم الإنسان موجود بالسنين، ارتفاعات الدم، السكري وغيره وغيره، وده بعامل الزمن بيجي بخش الكلية. نعم. وما بخش مرة ولا مرتين، بخش طوالي. يعني في كل دقيقة حيخش. أيوة. فده بعامل الزمن حيبتدي يأكل نسيج الكلية. أيوة. وبيأثر فيها بعدة طرق مختلفة ومعقدة. وفي النهاية حيعطلها. مرات في اجسام مضاده في جسم الانسان تجي من الغدد الليمفاويه وكذا او من النخاع العظم، وبرضه بيجي بهاجم الكلى. قد تكون الامراض عامه في الجسم زي الزيبه الحمراء وكذا. أيوة. بيصيب اعضاء اخرى وبيصيب من ضمنها الكلى. الكلى صح. وفي بعض الامراض خاصه بشرايين الكلى لوحدها. دي امراض مناعيه الانسان ما عنده فيها تصرف. ايوه. بس احنا دايرين ننبه كل الناس انه لما نقول احنا مرض مناعي معناته انه في اجسام مضاده اتجاه الكلى، لكن الانسان ما عنده يد في الموضوع. لا لا، ده الجسم براه وبقى يهاجم الكلى. الجسم بيقى عدو نفسه. ايوه. ايوه نعم. فده تدي علاج معين مثبت للمناعه وتخصص كامل ولازم تاخده بدري، لكن الانسان ذاته هو ما طرف فيها. ايوه. ما زي الزول مثلا شرب صبغه او مثلا مشى اخذ اعشاب بلديه او مثلا اخذ ادويه من الصيدليه براه، ليكون سمم الكلى بنفسه. الشاب بلدية دي برضه خد تحدي خطين، لأنه كثير من الناس بتعمل الحركة. لا احنا ما ننصح، لأنه في أعشاب معروفة مدروسة وفيها تجارب، في عادات، في أعشاب مجهولة الهوية. صح. فالزول ما يخاطر بنفسه. الحتة دي نخش برضه الأدوية، حتى الأدوية طيب دكتور بعزيز، بس معلش في الحتة دي، كثير من الأمهات لما تكون في إصابة في الكلى ولا يكون في مثلا أملاح ولا كده، بيقول لك مثلا أشرب الحرقل، باللي حرقل وأشرب طوالي مثلا أعمل الياس، يعني رأيك شنو في الحاجات اللي في البيت دي مثلا؟ والله دي طبعا الناس بكون عندهم فيها تجربه محليه، تجربه. نعم. شخص او شخصين. أيوة. علميا ما مثبته.
لكن قد ما تضر، مثلا اقول لك الحرجه، الحرجه ما بيأذي الكلى، ممكن أيوة. نعمل لك الم في المعده وكذا. مثلا زي النعناع ما بيضر. ايوه. مثلا اقول لك دمسيسه ما أيوة. بقدر اعرفها، لكن يعني كميات بسيطه، كميات بسيطه يعني. الاعشاب المعروفه زي القرفه، الحرجل دي زي بالممارسه اثبت ان ما منها خطوره. أيوة. رغم انه ما فيها دراسات علميه مؤكده. لكن احنا نخشى من الاعشاب اللي بيجيبوها الناس من الخلا. دي طبعا فيها سميات وما بنقدر نضمنها، ممكن تاذي الكلى، ممكن تاذي الكبد، ممكن تاذي القلب، ممكن تاذي الرئه. فمن الافضل انه زول ما يتناول الاعشاب دي بأعشاب بطريقه عشوائيه. يا دكتور بصراحه في كثير من الناس بتاعين الاعشاب بيجوا يعالجوا للناس بتاعين فشل الكلوي، بيقولوا لهم وقفوا جلساتكم ووقفوا غسيل الكلى وتعالوا انه اخذوا يعني اعشاب. هي المشكله بتكون هنا. لا دجل. نعم. دجل، وده يعتبر جريمه. ايوه صح. يعني المفروض القانون يحاسب عليها. الكلى لما تتعطل ما عندك طريقه ترجع، لانه هي تلوث في الدم. يعني احنا حتى المريض لما يقول له غسيل كلى، هو في الواقع ما غسيل كلى، هو غسيل للدم. ايوه. يعني أيوة. الكلمه دي كلمه هي ما علميه. يعني الكلى لان وظيفتها باظت، انت بتجيب مصفى صناعي. ايوه. بطريق مكنه وتغسل دم المريض باعتبار انه تقوم بعمل الكلى. دي حته مهمه جدا. يعني عندنا يقول لك فلان غسل لك كلى، هو اصلا غسل لك المفهوم خطا، هو المفهوم غسيل الدم. لكن بقى يعني بالعامه يقول لك غسيل الكلى وبقت على كده. لكن الكليه ذاتها هنا، هذه الكليه اتعطلت، يعني الدم بيجي خاش من الشريان للكلى وبيرجع ثاني للوريد للدم، يعني بكون لفه هنا ورجع بدون ما يتنقى، بدون ما يحصل تصفيه، ونفس الكميه اللي جات طلعت لانه البول ما في، فيبقى هنا الكليه دي قاعده اللحمه ساكت ما عندها اي منفى زي المسامات بتاعت المصفى اللي هي قفلت. فاحنا نقول غسيل الدم. نعم. فيبقى اذا كان دايرين نشوف الاسباب، قلنا الاسباب الجايه من الدوره الدمويه تخش الكلى. نعم. في اسباب خاصه في الكلى، الكلى زيه زي اي عضو، زي مثلا الرئه، زي الكبد، عنده امراض خاصه بها هي. مرات جزء منها تكون امراض مناعيه زي ما قلنا، ودي ما عندنا فيها يد. في امراض اخرى تصيب الكلى نتيجه خلل في خلق الكلى. يعني مثلا بالمجسم ده من الجانب الثاني. نعم. نشوف مثلا الكلى دي مثلا فيها اكياس. ايوه. الاكياس دي تنمو وتنمو وتنمو، تكون على حساب نسيج الكلى. او جاء مثلا اجسام يعني غريبه، الحصاوي تكونت هنا. ايوه. فدي دي اشياء جات في نسيج الكلى ومكتسبه، يعني الزول ما ولد بها. ايوه صح ما ولد. طيب ده برضو يعني اشياء خاصه بنسيج الكلى. في امراض ثانيه تصيب الكلى اللي هي في الواقع تصيب المجرى البولي بعد ما الكلى اشتغل وتطلع البول وماشي خلاص البول يطلع. نعم. بيحصل عطل في احدى القنوات بتاعت الكلى، اما في الحوض هنا، اما في بين الحوض والحالب، او تحت في الحالب، او في المثانه. فدي تعتبر قفله. قفله في المجرى بتاع البول. قفله بتاع البول. في اي مرحله من المراحل. قفله قد تكون كليه، قفله نصفيه، قفله جزئي. ومرات مثلا يعني القفله ذاتها تكون بؤر عشان يجيب التهاب بكتيري. فيبقى قفله ذات التهاب ده بيأثر على وظيفه الكلى، ودي تأثر تأثير تدرجي. يعني على مدى شهور. لكن لو حصل قفل كامل في الكليتين او في كليه واحده شغاله، طبعا ده بعمل عطل. فيبقى الاعطال حكايه القفله دي يا دكتور، حتى القفله في البروستاتا، البروستاتا المتضخمه. نعم. ممكن ياثر على الكلى. نعم. لانه القفل. نعم. بتاع البروستاتا البول بدل ما يطلع في السبيل بيرجع ورا، فبيحصل ارتجاع للبول. الارتجاع للبول عيبه انه بخلي البول الجاي ثاني ما يقدر يلقى السكه يرجع، فبيحتقن بيرجع لورا. لما يرجع لورا بياثر في نسيج الكلى، عشان كثير من الناس اللي بيكون عندهم بروستاتا ما بحبوا يعالجوها ولا بيمشوا لازاله البروستاتا، لانه وصل لهم معلومه انها بتاثر على النسيج. لا تاثر، مش كده، احيانا البروستات تتضخم وتضفر وتكفر المجرى. أيوة. الزول بيجي بحبس بول فعلا، وقد يكون حبس بول ده موجود بصوره يعني مدرجه، هو ببول شويه شويه، لكن في جزء كبير من البول رجع. الرجع ده كله بياذي الكليه، فبيجي مرحله بعد ذاك حتى لو عملت عمليه البروستات يبقى انت الكليه باظت. فاحنا نقول انه الاعراض بتاعت البروستات او حبس في البول جزئي او تنقط في البول او التيار بتاع البول ما يكون بالصوره الطبيعيه، لازم تراجع الطبيب في وقت مبكر. أيوة. عشان أيوة. انت تحل المشكله بتاع الاحتقان والقفله دي. دي رساله مهمه جدا. أيوة. نعم. فيبقى دي الثلاثه عوامل، فاحنا كل عامل نحله بطريقته. ايوه. العوامل الفجائيه اللي تيجي في الدوره الدمويه دي حلها مهم وضروري جدا جدا، لانها ممكن انت تعيد نشاط الكليه.
الأمراض الثانية المزمنة اللي تصيب الكلى يعني برضو بتلحقها، لكن إذا أهملتها لدي فترة بكون ما فيها رجعة. أيوة. بالنسبة للانسدادات دي برضو تلحقها أول بأول، لأنك أنت ممكن تسعف الكلى في مرحلة مبكرة. نعم. كل ما أنت تأخرت في العلاج كل ما أكون فقدت جزء من وظيفة الكلى. أيوة. بعدك حتى لو أزلت السبب بكون فقدت الوظيفة بتاعتها. أيوة. نعم. دكتور قدر كيف مريض السكري عنده عرضة إنه الكلى تصاب والشرايين حقة الكلى والأوردة ممكن يعني تحصل مضاعفات فيها بسبب وجود مرض السكري، وهل في نصائح محددة لمريض السكري مفروض يتبعها عشان يأخر أو يأجل المضاعفات اللي ممكن تحصل له في الكلى؟ نعم، مريض السكري طبعا هو كل ما نظم السكري بتاعه المضاعفات بتكون أقل، أقل على القلب، أقل على العين، أقل على الكلى، أقل على القدم. نعم. لأنه أساسا مرض الكلى بيأثر على الشرايين الدقيقة في الأول. نعم. بعدها بيأثر على الشرايين المتوسطة. الشرايين الدقيقة هي في العين وفي الكلى. فأنت كل ما السكري بتاعك ما مظبوط الشرايين دي بتبتدي بحصل لها تلف. نعم. فبي مرحلة تاني بعد كده ما فيها رجعة. فإحنا ننصح مرض السكري أنه يضبط السكري بانتظام وراية الطبيب. الحاجة الثانية السكر وارتفاع ضغط الدم توأمين. يعني السنين الأولى السنتين الأولى والثلاث سنين مرض السكري ما عنده ضغط، لكن بعد 5 سنين 90% بيجيهم ضغط الدم. بيجيهم ضغط الدم. فيكون عنده علتين مع بعض. دي كلها مضاعفات. المضاعفات الثانية ذاته أي ارتفاع في نسبة السكر في الدم ده بيكون دعوة للميكروبات. المريض ممكن يجيه التهاب في الرئة. ممكن يجيه درن. ايوه صح. وممكن يجيه التهاب في المجرى البولي. فالالتهاب ذاته في حد ذاته بيأذي الكلى. كويس. نعم. نفس الوقت المريض بتاع السكري بيحصل له خضر في الاعصاب، بيحصل له خضر في اعصاب بتاع عيونه، خضر. أيوة. في اعصاب بتاع يدينه، في. أيوة. رجلينه، برضه بيحصل خضر في الاعصاب بتاعه الكلى والمجرى البولي، حتى هي بتتأثر في المثانه بالذات. أيوة. فالبول ما بيمشي لانه. نعم. الكهرباء ضعيفه. صح. فدي كلها عوامل تكون مضاعفات نتيجه عدم انتظام السكر، السكر. وبنعكس. أيوة. على الكلى والمثانه والمجرى البولي كله. نعم. بنفس الوقت اذا جاء التهاب حاد في المجرى البولي والسكري عالي الالتهاب علاجه بيكون صعب، لانه السكري في حد ذاته بيرفع الالتهاب اكثر، ووجود الالتهاب بيرفع السكري اكثر. فعشان كده بخشوا في الصدمه بتاع السكري نتيجه الالتهاب. معناته باكثر كذا طريقه بياثر السكر. ايوه، في اكثر من سبب بياثر. لكن انت لو ظبطت السكري تقدر تسيطر على الوضع. ده المفتاح بانه هم يسيطروا على. نعم. الوضع ويأخروا المضاعفات اللي بتحصل في الكلى. نعم. اكثر الاسباب اللي بتجيكم في العياده يا دكتور من الاسباب اللي انت ذكرتها دي الاكثر شيوعا شنو بتاثر على الكلى؟ اكثر شيوعا هم ضاع السكري وارتفاع ضغط الدم. نعم. ده الاثنين بيشكلوا حوالي 50-60% من حالات قصور الكلى، وكمان بشكل نفس النسبة من حالات الفشل الكلوي المزمن. ده على مستوى العالم. نعم. ما عندنا برانا بس. نعم. لأنه مرض السكري بيجي مرض شائع وضغط الدم موجود، وهم ديل بيأثروا لأنه الناس ما بيهتموا بالعلاج. ما بيأخذوا الإرشادات وبينتظروا لحد ما تيجي المضاعفات. أيوة. فهذه. نعم. للأسف دي المشكلة. الحاجة الثانية أنا داير أكررها للمشاهد أنه مرض الكلى يا جماعة ما عنده أعراض. أيوة. الليلة مثلا إذا إنسان عنده ألم في بطنه أو قرحة بقول للدكتور والله أنا عندي قرحة، لأن الألم هنا في بطنه. أيوة. بحدد حدد حدد بعدين. أيوة. بيستفرغ ويمكن يستفرغ دم برا. وهو بيمشي الدكتور. إذا زول عنده التهاب في الرئة بقح وقحة بكون تقيلة ممكن يقح دم، بيمشي يقول له دكتور أنا عندي التهاب في الرئة. مرض الكلى مرض صامت. ما بيتكلم، والأعراض بتاعته هي أعراض بتاع التسمم زي ما قبل قلنا، فتور، إعياء عام، يعني نشاط بقل، المشي بيكون في صعوبه شويه، فبقول له عندي رطوبه، بقول له والله عندي ملاريا، بقول له عندي تايفود، وعشان لانه الاعراض ما بتشير الى موقع الكلى. الاعراض تشير موقع الكلى في حاله واحده فقط، لانه يكون في حصوه عصاوي او التهاب حاد في المجرى. كذا الاعراض اعراض عامه. اعراض عامه هي اعراض بتاع التسمم. والنقص في الهيموغلوبين. والنقص في الكالسيوم وارتفاع في البولينا. ايوه. فده بيأذي الجسم كله. نعم. فالانسان بيكون منهك. عشان كده هو لما تقول له عندك فشل كلى يقول لك لا 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 انا كويس انا متحرك كويس. انا متحرك وبعدين كلتي ما واجعني. ايوه صح. لانه هو بيرتبط لازم يكون في علم مثل زي. أيوة. علم البطن زي القحه. ايوه صح. فاحنا من هنا نقول المريض بتاع الكلى ما عنده اعراض تشير الى موضع الكلى. أيوة. اطلاقا. ايوه صح. نعم. الحاجه المهمه والاهم اكثر انه الاعراض بتظهر بعد ما وظيفه الكلى تكون 20%. مراحل متأخرة جدا. مراحل متأخرة جدا. نعم. عشان كده احنا للمرة الثانية نقول نبه المريض لو مشى للطبيب او مشى عيادة خاصة او مركز صحي او مستشفى لأي علة من العلل
ان شاء الله عنده صداع شديد ومشى بالمره يفحص الكلى. ايوه فحص بسيط يفحص الدم لوظيفه الكلى اللي هو قلنا الكرياتينين ويفحص البول. أيوة. ويقيس ضغط الدم. ويقيس ضغط الدم. دي الثلاث حاجات دي الثلاث حاجات دي لو في اي مؤشر في الكلى بيظهر. أيوة. برضه لو في مؤشر في السكري بيظهر. بيظهر فعلا. أيوة. فعلا دي حاجات مهمه جدا. حاجات مهمه وتكلفتها ما كثيره. ايوه فعلا. نعم. طيب دكتور، لما تحصل واحده من الامراض دي او اي وظيفه او خلل في وظائف الكلى، ان احنا بنناشد بالعلاج السريع، كيف بيتم التدخل منكم وكيف المفروض يتقبل المريض كمان حكايه التدخل او العلاج للكلى؟ طيب ما احنا قبل قلنا الثلاثة عوامل. أيوة. احنا نشوف العامل ده هل في الدورة الدموية، يعني نعم. قبل ما الدم يصل الكلى المشكلة. أيوة. هنا نعم. لازم نعالج المشكلة دي، يعني نعم. مثلا في اضطراب في عضلة القلب او مثلا شرايين القلب ما كويس، صمامات ما كويسة، هنا احنا نستعين باستشاري امراض القلب. نعم. لانه هو بيحل المشكلة. نعم. مثلا زول عنده فيروس الكبد الوبائي بقى عمل مشكلة في الكبد، لازم نعالج المشكلة دي. الاشياء اللي احنا نعالجها قبل ما المسألة تصل للكلى او نلقى نخفض الضرر على الكلى. بالنسبة لضغط الدم والسكري ده نظبطهم. طيب المريض وصلنا مرحلة بتاعة أنه فقد جزء من وظيفة الكلى، احنا هنا ما نقدر نرجع المرض وراء، لكن نسيطر على الأعراض ونمنع المضاعفات الجديدة. واحد، نظبط ضغط الدم، نظبط السكري، نقلل له السوائل، نديه علاجات يساعده يرفع له ضغط نسبة الهيموغلوبين. نعم. يصلح نسبة الكالسيوم. مه. ويأخذ نظام إرشاد غذائي برضو. نعم. ويتبع الإرشادات بدقة ويتابع عشان الوضع ما يتدهور سريع. نعم. إذا في حصاوي في الكلى أو أكياس أو حاجة ممكن تدخل جراحي عن طريق الدكتور بتاع المسالك البولية نستعين به. البروستات كذلك احنا نستعين بالجهات المختصة الثانية يساعدنا عشان نزيل السبب ما امكن ذلك. نعم. المؤسف انه معظم المرضى بيجونا في المرحلة بتاعة الفشل الكلوي الدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة حتى لو ازلت السبب خلاص الدمار حصل. فاحنا ديل بكون بيحتاجوا لغسيل يا دكتور. بيحتاجوا لغسيل. نعم. الدرجة الرابعة يحتاج استعد للغسيل. الدرجه الخامسه الاستعداد للغسيل. وكونكم لما تقول لزول حصل فشل في الكلوي، فشل كلوي ومحتاجين غسيل، الكلمه دي بعض المرات بتكون قاسيه جدا على المريض، ما بيتقبلها. حتى حكايه في ناس بيفتكروا والله انا لو مشيت غسلتها جسمي ده هيتعود على الغسيل وهغسل من هنا ولي قدام، احسن انا يعني اشوف لي طريقه ثانيه في العلاج. رايك شنو في المقوله دي يا دكتور؟ هو المؤسف انه المريض بيجيك في مرحله انت ما تقدر تهيئ للغسيل. ايوه. احنا لو بيجينا في مرحله مبكره شويه احنا ندي ارشادات ونشرح له الكلى، نقول له يا اخي اعمل حسابك الكلى دي وظيفتها بقت 30% بعد ذاك 25%، لو وصلت 15% انت حتكون زي الغسيل. نشرح له الحكايه دي بصوره مبسطه. هو بيجينا بعد ما الكلى وظيفتها بقت 15 و10%. نعم. بيجي في شبه غيبوبه او حتى ما بيركز معك. صح. فما بكون عندك الوقت الكافي عشان تحييه. انت تحييه. ايوه اي كويس. فبكون ولو قلت له والله امشيت عليه بعد اسبوع قد يجيبه شايلينه في نقاله. نعم. فعشان كده انت لازم تديه الحقيقه الصادمه له هو لاسرته انه والله للاسف الكيله دي محتاجه غسيل. هو بيرفضها. ايوه صح. لانه ما مهيأ لها، بقول لك كيف غسيل انا ما كويس ولا انت ما كويس. انت ما قاعد تاكل، ما قادر تمشي، ما قادر تصلي، لو قعدت اللي يرفعوك ولو مشيت الحمام تلقى صعوبه، ومرات تجيك قحه وضيق نفس. بالعكس الغسيل ده عشان تمارس حياتك عادي وتقوم تطلع زي يعني زي التوب او الجلابيه الوسخانه. الوسخانه. فاحنا لما نديه فرصه دي هو ما بيتقبلها، وبعض المرضى بيجيك ويقول لك لا يمشي دكتور ثاني ويقوم يسافر ويضيع في الوقت. أيوة. لانه المرض ما بينتظره. ايوه. لكن لو المريض بيجيك في وقت بدري هو بيقدر يتهيأ ويستوعب المرض. نعم. وبعد ده هو ممكن يتقبل الغسيل وممكن يتقبل الزراعه ويستعد له. نعم. ويكون حالته. المؤسف كل 90% من الحالات بيجي في مرحله متاخره. نعم. الغسيل الكلوي في ناس كثيره ما عندها فكره عنه، هل هو حاجه مؤلمه قبل بعد زول بيكون تعبان؟ تشرح لنا الحته دي يا دكتور حقيقه. هو زي ما قبل قلنا هو غسيل الدم. المساله بسيطه جدا. هو اصل المريض دمه هو المتلوث. أيوة. يعني الكلى ما فيها حاجه. يعني اقصد ما فيها الا غير انها وقفت. نعم. يعني ما فيها صديد، ما فيها حصاوي، ما فيها نزيف ولا فيها الم. الكلى هادئه جدا جدا لكن مصفى وقفل. نعم. فالحال انك انت بتعمل مصفى بديل. يعني حتى عشان كده الكليه دي بيسموها الكليه الصناعيه. احنا كلنا في ناخذ دم من المريض بالوريد في شكل القلم دي، تركب قسطره شويه كبيره ما زي الابره العاديه، قسطره زي دي عشان يديك دفع كبير من الدم. اللي هو تحط القسطره دي في الرقبه هنا او في الفرس في شريان كبير. نعم. في وريد كبير. بديك دفعه من الدم، الدم ده بمشي بخش في مصفى او كليه صناعيه، يعني تقلد الكليه نفس الوظيفه بتاعتها. ايوه. فبتدخل الدم فيها
وبعدين بعمل تنقية وترجع الدم ترجعه للمريض. نعم. مسألة بتاعت 4 ساعات. زي كأنك عندك قميص تحطه في موية تغسله. أيوة. تغسله. تنظفه بعد شوية القميص بيكون نظيف. نعم. في نفس الفكرة. المريض ما بيحس بألم غير الطعنة بتاعت الإبرة. وأثناء الغسيل بيكون عادي جدا. في الأيام الأولى قد يشوف شوية هبوط شوية دورة لأنه طبعا تعبان. أيوة. لكن بعد ما يستقر الوضع ده بيكون عادي وبتكرر مرتين 3 مرات في الأسبوع. بيجي جلسة بيقعد عادي. الغسيل بياخد وقت يا دكتور؟ 4 ساعات. 4 ساعات. آه 4 ساعات. الجلسة بتاخد 4 ساعات. أي يعني ويكون 3 جلسات في الأسبوع. 3 جلسات في الأسبوع. أفضل. لكن إذا ظروف ما كويسة بتجلستين ممكن جلستين فبكون قاعد بشوف تلفزيون ممكن أقرأ الجريدة. فالغسيل أبدا ما مؤلم. ما حاجة مؤلمة أبدا. أبدا. نعم. ما في أي ألم. أيوة. فالناس بتخاف منه جدا مثلا. لا عشان كده إحنا ما هو إحنا المريض ذات اللي جانا في فترة مبكرة. نعم. إحنا نوديه زيارة لمركز الغسيل. نقول له هيدي الغسيل ونقول له مثلا زول في عمره في المكنة ونقول له هيدي المكنة فيها بتاع وبدور ودي المصفى. المصفى عبارة عن الكلى دي أكبر شوية. أيوة. والدم خاش. لازم يفهم اللي يحصل له ويشوفه ويسأل. نعم. المريض ذاته. نعم. وإحنا نقول له يعني استعين من المريض ده بديك تجربته. أيوة. فهو بيتأقلم والمريض بيقول له أنا بغسل عادي. أيوة بركب عربيتي بمشي الشغل. أول مرة دي. أيوة المرة المشكلة. أيوة. فإحنا دائما. نعم. نحبس أنه نودي المريض يفهم الأشياء دي لكن. نعم. هو ما بيساعدنا بيجي متأخر. أيوة صح. مهم جدا. وأهم حاجة يا دكتور حكاية الثقة ما بين المريض والطبيب. طبعًا. أكيد الطبيب ده بيعيش مع المريض كل طبعًا. أحزانه طبعًا. وبيفرح ليه فرح وبيتألم ليه ألم ودي دي الحاجة والأهم من كده. نعم. إحنا نهيئ الناس للزراعة لأنه. أيوة إحنا نرضى مثلا الشباب. نعم. الناس مثلا أقل من 40-50 ده لو زرعوا وفهموا المسألة ويكون أفضل لأنه بيعيش حياة طبيعية. حياة طبيعية جدا جدا. نعم. شكرا لك دكتور عبد الله سبيل استشاري الباطنية والكلى. نعم. مستشفى فضيل حقيقة استفدنا منك كثير فيما يخص الكلى والكلى. نعم. والصيام وكل مشاكل الكلى والصيام. ويا ريت الناس يعني تقدر تحافظ على الكلى زي ما وصانا دكتور عبد الله سبيل ويكون في كشف دوري يا اخوانا. نعم. الناس اللي عندها زي سكري والضغط وعوامل مساعده انه تحصل لها مشكله في الكلى كل 6 شهور والناس الطبيعيه. ايوه او العوامل الوراثيه والناس الكويسه في السنه مره ويا ريت لو كان كل 6 شهور برضه ما هيكلفنا حاجه برضه يكون افضل. نعم. شكرا لك دكتور عبد الله سبيل وشكرا لكل الناس التابعه. ان شاء الله نتلاقى بكره في موضوع جديد وطبيب جديد في امان الله. شكرا. الله يخليك.